بس عايز اقول حاجه بمناسبه جنوب افريقيا، لانه الحقيقه من البطوله اللي فاتت تولدت بين الكابتن محمود الخطيب ومستر موتسيبي رئيس نادي سان داونز، اللي انتخب بالاجماع رئيسا للاتحاد الافريقي في هذه الدوره، علاقه من الاحترام والتقدير المتبادل الى انه او الى درجه انه لما النادي الاهلي رغب في التعاقد مع مستر بيتسو موسيماني، كان شرط النادي الاهلي وشرط الكابتن محمود الخطيب اللي قاله في خلال التفاوض مع موسيماني الاول نادي سان داونز يوافق. وده الاحترام اللي بين الانديه الكبيره، يعني هو ده اللي بيستمر وبيدوم وبيبقى على العلاقات يعني. ولذلك يعني هذا التقدير الكبير والعلاقه الطيبه جدا اللي تولدت من قبل كده، واللي اعتقد النادي الاهلي عبر عنها بالتعاقد مع بيتسو موسيماني، اكدت على شكل العلاقه وما فيها من تقدير واحترام عالي جدا، بالذات لما ينتخب مستر موتسيبي رئيسا للاتحاد الافريقي لكره القدم. وانا شخصيا لقيت في السوشيال ميديا تغريدات اكونت فيك منسوبه ليا انا، اساءه وهجوم على الرجل من غير لا انا اعرفه ولا انا قابلته. شوف ولا هو نتكلم. هو السوشيال ميديا دي خليها على جنب، حاجه غريبه جدا بصراحه، خليها على جنب، لان انا في اكونتات باسمي انا تاني وتالت وعاشر ماليش اي حسابات، اي حاجه منسوبه ليا هي نوع من انواع النصب. نتمنى الناس تهدى شويه بس في الافتراءات الفيك، لانه فعلا العلاقات الطيبه المحترمه لازم يتحافظ عليها وليست مجالا للعبث على الاطلاق.